انتشرت ظاهرة اختفاء القبطيات في هذا الشأن. زوجة اسمها غادة صابر في اسمها غادة او بيت ان اسمها نهلة ولا نهى معرفش، انا ما بتفرقش معايا، مش عايز اشيرها. السيدة نهى السيد اللي هي اصلا كانت مسيحية وتركت المسيحية ودخلت الاسلام حديثا وعملت قناه على اليوتيوب. اكثر من مليون مسيحي في مصر، 1,160,000 اصبحوا مسلمين او تأسلموا او تركوا المسيحية من عام 1995 حتى الان. طبعا دلوقتي هي نمرة واحد على اليوتيوب ما تشهرهاش، واحنا تايهين، واحنا مش عارفين حتى نرد عليها. اول ما الكنيسة وشوف ولادك طبعا ده هياخد وقت. مسيحيين مش عايزين ولادك يبقوا مسلمين. اللي زعلني ان بالفيديوهات بتاعتكم بتضعفوا الايمان المسيحي الضعيف للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقتنا الجديدة. النهاردة هنتناول موضوع مهم يشغل بال الكثيرين، وهو مقارنة بين القرآن الكريم والكتاب المقدس. هذا الموضوع يعد من أكثر القضايا التي تثير النقاشات بين المسلمين والمسيحيين، حيث يتناول كيف ينظر كل طرف إلى نصوصه المقدسة ومدى عصمتها وحفظها عبر الزمن. سنتناول في حلقتنا اليوم مدى توثيق النصوص الواردة في الكتاب المقدس والقرآن الكريم وكيفية فهمها وتفسيرها من قبل العلماء من كل طرف. كمان هنتعرض للآراء المختلفة حول مدى قدسية هذه النصوص وكيف يعكس كل كتاب العقيدة والإيمان الخاص بأتباعه. 1. النصوص المقدسة. الكتاب المقدس، العهد القديم والعهد الجديد. علماء المسيحية بيقولوا إن الكتاب المقدس هو مجموعة نصوص كتبها بشر بإلهام من الروح القدس، بس النصوص دي مرت بسنين طويلة من التدوين والترجمة، وبالتالي اتعرضت لأخطاء في النسخ أو تحريفات مع الوقت. وكمان بعض العلماء المسيحيين معترفين إن في تناقضات واضحة بين الأناجيل والروايات المختلفة. إنه الكتاب المقدس الذي يضم 66 سفر، 39 في العهد القديم و 27 في العهد الجديد. كتبه العديد من الرسل والأنبياء ورجال الله الأتقياء ليصفوا أحداثا حدثت على مدى عدة قرون بإرشاد من الروح القدس. أول مشكلة تقابلنا هي الترجمات الكثيرة للكتاب المقدس، وهذه الترجمات بينها وبين بعضها البعض فروق عديدة. جايز تكون فروق في اللغة أو في الألفاظ، ولكن مع ذلك تثير شكا عند كثيرين، وممكن الناس يقولوا إن هو ده كلام ربنا وكل يوم تقولوا كلام تاني غير الأولاني، حكاية مش مظبوطة. في الحقيقة هذا وضع في فنجان مسألة اختلافات النسخ. احنا علينا نعرف ان ما كانش فيه كوبينج ماشين في الوقت ده، ما كانش فيه مطابع، كان النسخ يدوي. النسخ اليدوي شيء طبيعي انه يحصل فيه نوع من الخطأ غير المتعمد. النسخ اليدوي شيء طبيعي انه يحصل فيه نوع من الخطأ غير المتعمد، زي اني اكرر سطر، زي اني اكرر سطر، زي اني اكرر سطر، او اني انط سطر، او اني انط سطر، او اني انط سطر، او اني اكرر كلمة، او اني اكرر كلمة، او اني اكرر كلمة، او اني انط كلمة، حاجات زي كده، او اني انط كلمة، حاجات زي كده، او اني انط كلمة، حاجات زي كده، او اني اكتب من الذاكرة، او اني اكتب من الذاكرة، او اني اكتب من الذاكرة، فاستبدل كلمة بدل كلمة، فاستبدل كلمة بدل كلمة. برضو احنا ما زلنا في سفر إشعياء، برضو يعني ممكن يكون في بعض التناقضات اللي بتخلي بعض الناس تثير بعض الأسئلة. هذا التناقض الظاهري سهل جدا تفسيره بطرق كتيرة منطقية تحليلية تدخل الدماغ ببساطة، ما فيهاش أي نوع من التحايل. نيجي بقى للسؤال بتاع أحداث القيامة. طبعا في تباين في الروايات، سببها ايه؟ سببها ان الشاهد الذي كتبه انسان
يتذكر وينسى، وفي حاجات ما كانش حاضر وسمعها. يعني التلاميذ لم يذهبوا إلى القبر، ولكنهم سمعوا الرواية من المريميات ما عدا يوحنا، يعني التلاميذ اللي هم متى ومرقس ولوقا سمعوا الرواية من المريميات. فهو سمع فما تذكره كتبه، فلازم يبقى فيه تقديم وتأخير، ولازم يبقى فيه تذكر ونسيان. القرآن الكريم. بالنسبة لعلماء المسلمين، القرآن الكريم هو كلام الله اللي أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي، وكلام الله محفوظ بنفس حروفه ومعانيه. يعني القرآن اللي معانا حاليا هو نفس الكلام اللي أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من أكتر من 1400 سنة. والاعتقاد الراسخ عند المسلمين إن القرآن مش ممكن يتحرف أو يتغير لأنه محفوظ بحفظ الله، وده اللي بيخلي المسلم دايما واثق إن مفيش أي حد يقدر يضيف كلمة أو يحذف حاجة منه، عكس كتب تانية اتعرضت لتغييرات وإضافات عبر السنين. علماء المسلمين بيأكدوا إن القرآن مفيهوش أي تناقضات لا في نصه ولا في معنيه، لأن مصدره هو الوحي الإلهي الخالص، وده بيضمن إن مفيش تدخل بشري في النص. الله سبحانه وتعالى وعد في القرآن الكريم إن هو اللي هيتولى حفظه من أي تغيير أو تحريف، زي ما قال في سورة الحجر: إنا نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. قال: إنا نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. نعم، من أعظم إعجاز القرآن حفظه حتى اليوم، حفظه محفوظا نصا حرفيا. من إعجازه أنه كتاب هداية، هداية يهدي للتي هي أقوى. ويوضح فاضل سيداروس في كتابه يسوع المسيح في تقليد الكنيسة صفحة 18 الفرق بين القرآن الكريم والكتاب المقدس، إن القرآن هو كلام الله، أما الكتاب المقدس فهو تقليد كنسي. فيقول: وهنا تكمن أهمية التقليد الكنسي، فالأناجيل نفسها قد بنيت على التقليد، فهي مجموعة تقاليد جماعية جمعها الإنجيليون بحسب هدف لاهوتي خاص بكل واحد منهم. وفي ذلك اختلاف عن القرآن مثلا، فليس هو ثمرة تقليد جماعي، بل هو بالنسبة إلى المسلمين كلام الله الذي أنزله من دون أن يكون للإنسان أي دور فيه، ويقتصر دور محمد على تبليغه فقط. وصدق الله إذ يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. 2. التوثيق والحفظ. الكتاب المقدس. النسخ الأصلية للكتاب المقدس سواء العهد القديم أو الجديد مش موجودة دلوقتي. الكتب الأصلية ضاعت أو أتلفت مع الزمن، وما وصلناش غير نسخ قديمة مترجمة أو منسوخة يدويا على مر السنين. وكل ما عدد النسخ يزيد، كل ما فرصة ظهور اختلافات في النصوص بتكبر. العلماء متفقين إن الأناجيل الموجودة حاليا ما اتكتبتش في حياة المسيح، لكن اتكتبت بعد رفعه للسماء بسنين طويلة، وده زود احتمالية التعديلات أو الإضافات اللي حصلت من اللي كانوا بينسخوا النصوص أو بيكتبوها. والقس فهيم عزيز في كتابه مدخل إلى العهد الجديد صفحة 76 يقول: هذا الأمر يختلف عما يقوله الإسلام من أن الإنجيل نزل على يسوع أو عيسى بلغة القرآن. فالمسؤول الأول عن كتابة هذا الكتاب الذي نسميه العهد الجديد ليس يسوع بل المسيحيين، وهذا الكتاب ليس كتابا أزليا كان محفوظا في اللوح المحفوظ، ولكنه كتاب نشأ في وسط الكنيسة وبواسطتها ومن أجلها. مثال على الاختلافات في النصوص قصة المرأة الزانية اللي موجودة في إنجيل يوحنا. القصة دي مش موجودة في أقدم النسخ اليونانية، واتضافت في بعض النسخ بعدين. This story, this beautiful story, this powerful story, which has two terrific lines from Jesus in it.
This story was not originally in the Gospel of John. This is a story that was added to the Gospel of John by later scribes. How do I know that? We have a number of early manuscripts of the Gospel of John. This story is not found in any of our early or best manuscripts of the Gospel of John. The Greek authors who wrote commentaries on the Gospel of John over the centuries don't mention this story until the 10th century, 1,000 years after the days of Jesus. The writing style of this story, if you read it in Greek, the writing style is a completely different writing style from the writing style of the rest of the Gospel of John. As a result, scholars have known for years that this story did not originally belong in the Gospel of John. Well, why is it in our English Bibles then? Probably what happened was some scribe had heard the story. They'd heard the story and they decided that it illustrated some of the teachings in John chapter 7, and so they wrote out the story in a margin. A second scribe came along, saw the story in the margin, and thought it belonged in the text, and then wrote his manuscript by putting the story in the text. Another scribe comes along and copies that manuscript, and that manuscript gets copied, and so on until it becomes part of the textual tradition. And it's these later manuscripts that were used by the translators of the King James Bible in 1611, so that the story came into English through the King James Bible. So, this story, however, is not a story that was originally in the New Testament. So people sometimes ask me, well, are there any changes that are significant in the New Testament? Yeah, well, this strikes me as a rather significant change, that the story of the woman taken in adultery wasn't originally there. والأب مات المسكين في شرحه الإنجيل يوحنا أكد أن أحد آباء الكنيسة الأوائل قام بحذف أو تحريف متعمد قصة المرأة الزانية، والدليل في كتاب مات المسكين المدخل لشرح إنجيل القديس يوحنا دراسة وتحليل في صفحة 509 بيقول: بيكشف هؤلاء الآباء عن سبب غياب هذه القصة في المخطوطات الأخرى، وهو خوف الآباء الأوائل من استخدام هذه القصة كمشجع للانحلال الخلقي، مما حدا بهم إلى حذفها من نسخ بعض المخطوطات. والحقيقة اللي بنستخلصها من كلام الأب متى المسكين هو تحريف الكتاب المقدس سواء بالنقص أو الزيادة. القرآن الكريم. علماء المسلمين بيأكدوا أن القرآن الكريم محفوظ زي ما أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من غير أي تغيير أو تحريف. بعد وفاة النبي الصحابة اهتموا أن القرآن يكون متجمع في كتاب واحد، وده اللي حصل في عهد الخليفة عثمان بن عفان. القرآن الكريم تم تجميعه في عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه. بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصحابة كانوا حافظين للقرآن عن ظهر قلب، وبعضهم كتب آيات للقرآن على الجلود. لكن لما حصل توسع في الدولة الإسلامية وظهرت بعض الاختلافات البسيطة في طريقة قراءة القرآن بين المسلمين في مناطق مختلفة، الخليفة عثمان قرر أنه يوحد الأمة على مصحف واحد لضمان عدم وجود أي اختلافات. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، لا يمكن، لأن أطفال المسلمين فضلا عن كبارهم يحفظون القرآن، فأي أحد يزيد حرفا بل لا يزيد حرفا، لو يخطئ في تشكيل ضمة أو فتحة أو كسرة يفتضح، ما يستطيع الناس مباشرة ترد عليه. ثلاثة، التفسير والفهم. الكتاب المقدس. التفاسير المسيحية للكتاب المقدس تختلف بشكل كبير بحسب الطائفة والمنهج اللاهوتي لكل كنيسة. الكنائس الكبرى مثل الكاثوليكية والأرثوذكسية والبروتستانتية لديها اختلافات جوهرية في فهم بعض النصوص. هذه الاختلافات ليست وليدة اليوم، بل هي جزء من تاريخ طويل من التفسيرات والنقاشات اللاهوتية التي ساهمت في ظهور مدارس فكرية مختلفة داخل المسيحية. تفسيرات الكنيسة الكاثوليكية تعتمد بشكل كبير على التقاليد الكنسية بجانب الكتاب المقدس. البابا والمجامع الكنسية يلعبون دورا محوريا في تحديد التفاسير الرسمية، ويجمعون بين النصوص والفهم الفلسفي واللاهوتي الذي تطور على مر القرون. على سبيل المثال، يتم اعتبار نصوص كتابية على أنها دليل على سلطة البابا، مثل النص الوارد في متى: وأنا أقول لك أيضا أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لم تقوى عليها. طبقا للتفسير الكاثوليكي لهذا النص، يعتبر بطرس أول بابا،
ومنحه يسوع السلطة المطلقة لتوجيه الكنيسة. ويبنى على هذا التفسير مفهوم الخلافة الرسولية، حيث تعطى السلطات الدينية اللاحقة لنفس المؤسسة الكنسية. أما في الكنيسة الأرثوذكسية فإن تفسير الكتاب المقدس يعتمد بشكل رئيسي على تعاليم آباء الكنيسة الأوائل. يعتبر الأرثوذكس أن الإيمان المستمر في تعاليم الكنيسة هو المفتاح لفهم النصوص المقدسة، ويفضلون تفسيرات الآباء الروحيين للنصوص. بالنسبة لنص إنجيل متى، يرون أن الصخرة التي يتحدث عنها يسوع ليست بطرس كشخص، بل الإيمان الذي عبر عنه بطرس بأن يسوع هو المسيح ابن الله الحي. من هنا لا تعترف الكنيسة الأرثوذكسية بالسلطة المطلقة للبابا، ولا تؤمن بوجود خليفة لبطرس يتمتع بصلاحيات خاصة على الكنيسة. على الجانب الآخر، نجد أن البروتستانتية تتبنى تفسيرات متنوعة نظرا لوجود العديد من الطوائف المختلفة داخل هذا التيار. البروتستانت يركزون بشكل أساسي على الكتاب المقدس وحده كمصدر للإيمان، ويعتمدون في كثير من الأحيان على التفسير الشخصي للنصوص. بالنسبة لنص متى، يعتبر البروتستانت أن الصخرة تشير إلى يسوع نفسه، أو إلى إعلان بطرس بأن يسوع هو المسيح، وبالتالي لا يعطى بطرس دورا قياديا فريدا خاصا. البروتستانت يرفضون فكرة أن هذا النص يدعم سلطة بابوية أو خلافة دينية، ويؤكدون على أن المسيح هو رأس الكنيسة الوحيد، وأن الكتاب المقدس هو المرجع النهائي للسلطة. القرآن الكريم. التفسير الإسلامي للقرآن الكريم يعتمد على مجموعة من المناهج والطرق التي دورت على مر العصور. على الرغم من وجود مدارس تفسيرية متعددة في التراث الإسلامي، فإن جميع المسلمين يتفقون على النص الأساسي للقرآن دون أي اختلاف أو تحريف. التفاسير تختلف في بعض التأويلات والتفسيرات وفقا للمنهج الذي يتبعه المفسر أو المدرسة الفكرية التي ينتمي إليها، لكن الجوهر الأساسي يبقى موحدا. هل يستطيع أي واحد منا أن يفسر القرآن الكريم؟ لا، إنما هناك شروط لمن يفسر القرآن الكريم. قال صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب. هناك علوم يجب أن يتحصل عليها المفسر حتى يكون تفسيره مقبولا. من أهم هذه العلوم أن يكون هذا المفسر عالما في اللغة العربية، لأن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، فكيف يكون مفسرا للقرآن العربي وهو ليس عالما باللغة العربية؟ والعلم باللغة العربية يعني أن يكون عالما بالنحو وبالصرف وبالبلاغة وبالبيان وبغيرها. ومن العلوم التي يحتاج إليها المفسر علم معاني الكلمات، يجب أن يكون عنده معاجم يستطيع أن يرجع إلى كتب المعاجم ويفهم منها معاني الكلمات، لأن هذا العلم منقول وليس مؤلفا، أي أنه لا يستطيع أن يؤلف معنى لكلمة كما يراها، إنما يجب عليه أن يعود إلى معاجم اللغة العربية حتى يستطيع أن يستخرج معنى هذه الكلمة من هذه المعاجم. ومن العلوم التي يجب على المفسر أن يكون عالما بها علم أصول الفقه، وعلم أصول الفقه الذي يعتني بالمطلق والمقيد وبالعام وبالخاص وباستنباطات وبالدلالات على الآيات إلى غيرها من هذه الأمور، وهو علم مهم جدا حتى يستطيع الإنسان أن يفهم القرآن الكريم. يحتاج المفسر أيضا إلى أن يكون عالما بالعقيدة الإسلامية، وإلى أن يكون عالما بالسيرة النبوية وبالسنة النبوية. عالما بالسيرة لأن كثيرا من القرآن الكريم جاء وتحدث عن أحداث في السيرة النبوية، مثل غزوة بدر، غزوة أحد، غزوة الخندق، غزوة تبوك. فإن لم يكن المفسر عالما بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ربما أخطأ في تفسير الآيات القرآنية الكريمة. فهذه أمور يجب على المفسر أن يكون عالما بها ليفسر القرآن الكريم بطريقة سليمة صحيحة. 4. العصمة والقداسة. الكتاب المقدس. موضوع عصمة الكتاب المقدس هو أحد القضايا المثيرة للاختلاف بين العلماء المسيحيين، ويعتمد التفسير بشكل كبير على الخلفية اللاهوتية للطائفة المعنية.
أنا مش شايفة بصراحة أن يكون في مشكلة في أنه في أخطاء في الكتاب المقدس، لأنه أنا عندي معنى الوحي مختلف عن فكرة الوحي الإملائي. يعني لو في وحي إملائي للكتاب المقدس كنت هخاف أنه في ألفاظ مختلفة، في كلمات، في أرقام غلط، ممكن قلق. لكن لأنه زي ما كنا بنحكي قبل كده أنه معنى الوحي مختلف، إحنا في دور إلهي أو في عامل إلهي زائد العامل البشري أو الخبرة الشخصية بتطلع في الكتاب المقدس. فإيه المشكلة أن يكون عندي أخطاء يعني في الكتاب؟ وجود الاختلافات وأخطاء النسخ دليل صريح على أن كل الناس كتبت وأن المسيحية انتشرت انتشار واسع. رغم الاختلافات ورغم أخطاء النسخ عندي ما يثبت أن الكتاب وصلني بدقة. أول حاجة بنبه إليه يا حبايبنا يا أسيادنا يا خدام بتدفعوا معانا الإيمان الكتابي، اوعوا تقعوا في حاجة اسمها ان مش عارف مين غيروا اللي من خط اخطأوا وكده. لا، ما ده تحريف، لا ما ده تحريف. اوعى تورد الحكاية دي وتجيلها اهو. زي ايه مثلا؟ اهو مثل فتوى خطأ من الاملاء. يا عيني غلط ازاي؟ ده وحي كتابي يا عم، غلط ازاي؟ انت بتقول ايه؟ او خطأ في النسخ وهم بينجلوا من النسخة الأصلية، غلطوا في النسخ. يا راجل يا راجل، ازاي يا عم بتفتي ان حصل تحريف وحصل تغيير؟ ما ينفعش. انا لازم اعرف ان انا ما عنديش ولا نسخة أصلية للكتاب المقدس. يا طبعا دي نفسها كلمة صادمة. في الكتاب ده أجزاء الله اللي قايلها وحي، وفي أجزاء تانية الناس اللي قايلين لها يعني رأيه. ففي أجزاء موحى بها من الله وأجزاء مش موحى بها، وأجزاء مش موحى بها من الله. ازاي يا عم بتفتي ان حصل تحريف وحصل تغيير؟ ما ينفعش. القرآن الكريم. علماء المسلمين بيأكدوا ان القرآن الكريم معصوم تماما بحروفه وكلماته زي ما انزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المسلمين بيعتبروا ان القرآن هو كلام الله اللي ما فيهوش اي تحريف او تغيير، وده بيخليه معجزة مستمرة على مر العصور. فالنسخ المكتشفة حديثا لمخطوطات من القرآن تطابق تماما النسخة التي بين أيدينا اليوم. الاختلافات الوحيدة فقط هي في اللهجات والقراءات، وهذه لا تغير المعنى الحقيقي أو المعنى الأساسي لأي آية، بل إننا لا نسميها اختلافات، إنما نسميها تعدد في أوجه القراءة، وهي أمور بسيطة جدا ومعروفة في اللغة العربية. دعونا نتأمل. مخطوطة نادرة جدا موجودة في جامعة برمنغهام في بريطانيا، حيث قام العلماء بتحليل قطعة من مخطوطة كتب عليها القرآن برسم عثماني جميل، وتبين أنها تعود لزمن الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه المخطوطة النادرة موجودة في مكتبة الجامعة منذ قرن تقريبا، ولم يدرك العلماء أهميتها إلا اليوم عندما قاموا بتحليلها ومن خلال استخدام الكربون المشع، واستخدموا معجل جامعة أكسفورد الإشعاعي، وتبين أن المخطوطة قد كتبت في الفترة ما بين 568 و645 ميلادية، مع العلم أن فترة نبوة النبي كانت من 610 إلى 632 ميلادية. وهذا يعني أن الذي كتب هذه المخطوطة شخص عاصر النبي وعاش معه. فقرة. ولو كان القرآن من عند غير الله على زعم الكفار، على زعم الكفار لوجدوا فيه اختلافا. ما معنى الاختلاف؟ الاختلاف اضطراب، تناقض،
تغاير لكنه ليس فيه كذلك. لماذا؟ لأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. I'm standing behind an incredible assortment of Bibles that span six centuries. I have Bibles from the 1400s, 1500s, 1600s, 1700s, 1800s and 1900s. And you know what's crazy? No two of these Bibles reads the same. They all read differently. This copy is about 300 years old. This copy is about 200 years old. And this copy is more recent. Now we will take a look. Here is the opening surah of the Quran. I want you to tell me if it reads the same way as it did 1400 years ago. القرآن الكريم بيعتبر معجزة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الأساسية، واللي ربنا تحدى بيه العرب وكل البشر انهم بيجيبوا حاجة زيه او حتى آية واحدة من عندهم، ومحدش قدر يعمل كده. العرب وقتها كانوا اهل فصاحة وبلاغة، ومع ذلك ما قدروش يجيبوا كلام يقارن بجمال القرآن وتعبيره. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الآية دي بتبين ان القرآن مش كلام بشري بل معجزة من عند الله، وده لان العرب وقت نزول القرآن كانوا في قمة الفصاحة والبلاغة، ومع ذلك ما يدروش يجيبوا حاجة تقارن بجمال وصياغة القرآن رغم ان التحدي كان مفتوح ليهم. وكمان ربنا بيشمل الجن في التحدي علشان يبين ان القرآن اعلى من قدرة اي مخلوق مهما كانت قوته او علمه. ختاما حبينا النهاردة نسلط الضوء على الفرق بين القرآن الكريم والكتاب المقدس من منظور التوثيق والحفظ والتفسير والفهم ومدى العصمة والقداسة لكل منهما. شفنا ان العلماء المسيحيين بيختلفوا في تقييم الكتاب المقدس من حيث مدى الحفاظ على النصوص الواردة فيه وخلوها من التغييرات، وكمان في تفسيراتهم اللي بتختلف باختلاف الطوائف. في المقابل وضحنا إيمان علماء المسلمين بأن القرآن الكريم محفوظ ومعجز من كل جوانبه، وأن رسالة الله الخالدة اللي تحدى بيها العالمين، وما زال التحدي قائما حتى اليوم. نشكر كل اللي تابعوا معنا النهاردة، ولو لسه عندكم أي أسئلة أو مواضيع حابين نناقشها في الحلقات الجاية ياريت تكتبوا لنا في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعيل جرس الإشعارات علشان يوصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.